الدكتور أيمن سمير الخبير والباحث المتخصص في العلاقات الدولية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتور أيمن أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي طبيعة الأهمية الاستراتيجية لباكستان وللهند تحديدا أيضا باعتبارها هي التي أقدمت على هذه الخطوة، إذا كان الباكستانيون يقولون أنه شريان من بين أهم شريان الحياة وتحديدا للموارد المائية، ماذا بالنسبة للهند؟ إقليم جامو وكشمير هو ذو أهمية استراتيجية للهند خصوصا في ظل صراعه مع الصين. كما تعلم كان هناك الحرب الصينية الهندية كانت على الحدود، ودائما ما كانت الصين والهند على طرفي نقيض فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية في آسيا أو حتى فيما يتعلق بالتحالفات الدولية. دائما ما كانت الصين أقرب إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى روسيا في الوقت الحالي، بينما كانت الهند هي حليف طبيعي وقوي للولايات المتحدة الأمريكية. الطبيعة الجغرافية لإقليم لإقليم جامو وكشمير باعتباره منطقة مرتفعة فيه منطقة الهيمالايا يسجل أو يعطي الهند قيمة استراتيجية في استهداف مناطق ذات السهولة والمناطق الأقل ارتفاعا الموجودة في باكستان. لكن أنا في اعتقادي هناك سؤال في غاية الأهمية يتعلق بدلالة التوقيت. الهند منذ 70 عاما حافظت على الوضع القديم لإقليم جامو وكشمير. لماذا في هذا التوقيت في أغسطس 2019 تقوم بتغيير المادة أو إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي وتلغي الوضع الذاتي أو الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير؟ أنا في تصوري هناك مجموعة من الأسباب. السبب الأول يتعلق بأن هذا هو وعد انتخابي، ومعروف أن رئيس الوزراء الهندي هو رئيس وزراء شعبوي يرأس حزب قومي هندوسي هو حزب راتا جناتا، ومعروف على المستوى العالمي الآن المرشحون ذوي الميول الشعبوية أو الراديكالية أو القومية يتمسكون بوعودهم الانتخابية. الشعب الهندي أعطى مودي في انتخابات مايو الماضي نسبة كبيرة جدا من الحسم في الانتخابات، وبالتالي شعر مودي بأنه يعني لكن كان هناك تعهدات كثيرة مرتبطة بإرضاء القوميين الهندوس أو إطفاء الصبغة الشعبوية وهندكت كل مفاصل الدولة. كان يمكن أن يعمد الرجل نحو إطفاء الصبغة الهندوسية أيا كان وجه الرأي فيما يفعل في الداخل الهندي، ومن بعد ذلك يحاول تأجيج الصراع مع الجارة الباكستانية مثلا. لماذا بكر بهذه الخطوة حتى وهي تعهد انتخابي كما أشرت؟ ربما لأن الظروف الدولية والإقليمية هي وهذا هي السبب الثاني. هو يشعر أن وضعية الهند الآن في وضعية أفضلية بالنسبة لباكستان. دائما ما كانت باكستان ندا كبيرا للهند، لكن في الوقت الحالي الاقتصاد الباكستاني ضعيف للغاية. أكبر قوتين كان يسند باكستان في الماضي ابتعد عنها خلال الفترة الماضية وهما الولايات المتحدة والصين. كان هناك مشاكل بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان في الفترة الماضية لدرجة أن الرئيس ترامب اتهم باكستان وجيشها ومخابراتها بأنها تتعامل بخداع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتوترت العلاقة بشكل كبير للغاية. على الجانب الآخر استطاعت الهند أن تقترب من الصين بشكل كبير للغاية، وكان هناك قمة ثلاثية على هامش قمة أوساكا في اليابان جمعت الهند والصين وروسيا وشكلوا ما يمكن تسميته بالناتو الأسيوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في باكستان حليفة لها. وبالتالي رأت الهند في هذا التوقيت أنه التوقيت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة. ولا ننسى أن جامو وكشمير نفسها مقسمة بين الدول الثلاثة، مقسمة الهند تسيطر على 43% فقط من الإقليم، تسيطر باكستان على 37%، فيما 20% الباقية تتبع الصين. وبالتالي تراهن في اعتقادي الهند في هذا الوقت أن رد الفعل الصيني على الخطوة الهندية لن تكون بذات الحدة لو اتخذ القرار في أي وزير الخارجية الأمريكي دكتور أيمن، طالما حضرتك أتيت إلى العلاقات الأمريكية المشتركة بين الهند وباكستان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان في أفغانستان وتوجه بعد ذلك مباشرة إلى نيودلهي والتقى نظيره الهندي سوبرنيام جياشينكار وقدم التهنئة مباشرة لحزب بهارتيا الذي قدم شيئا كبيرا في هذه الانتخابات، وفهم من ذلك وكأن الرجل يقدم التصفيق الحار مثلا أو الكروت التي يمكن من خلالها العبث بما يشاء هذا الحزب في مفاصل الدولة الهندية، لكن لم يكن يعلم أن هذا أيضا سيكون ضوءا أخضرا أمريكيا لكي تذهب الهند بهذا القرار مع كشمير. لماذا تبدو العلاقة خشنة مع باكستان في هذه الأثناء وأكثر نعومة مع الهند؟
هذا يتعلق بنصيحة قدمها برجينسكي في الماضي عندما كانت تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية وترى في الصين منافس قوي لها أو ندا قوي لها. كانت نصيحة برجينسكي لكل الرؤساء الأمريكيين: عليكم أن تخلقوا المشاكل ما بين القوى الأسيوية. أنا في اعتقادي هذا ما يقوم به الرئيس ترامب الآن، ما يقوم به بومبيو خلال هذه الزيارة، هو يريد خلق مشاكل كبيرة للهند مع باكستان، يريد خلق مشاكل ما بين باكستان والصين، وخلق مشاكل بين كل هؤلاء وهؤلاء. هذا هو السيناريو الوحيد الذي يراه غالبية الأمريكيين لاحتواء الصين واحتواء الهند واحتواء أي قوة آسيوية صاعدة. في الماضي عندما يعني ابتكرت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة احتواء الصين، كان لابد لها أن تشغلها بمشاكل مع الهند. الآن عندما تقترب الهند من الصين، لابد للولايات المتحدة الأمريكية تأخذ خطوة مختلفة، وهذا ربما هو يعني السبب في أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الهند في هذا الوقت بنعومة ما، لكن تتعامل بسوف للغاية مع باكستان. ربما لأن الدور الوظيفي الذي لعبته باكستان في السابق مع الهند ربما تراجع بعض الشيء نتيجة لتراجع الدور الإقليمي لباكستان من ناحية، ضعف الاقتصاد الباكستاني من ناحية أخرى، وربما تقارب باكستان بعض الشيء مع الصين في من خلال بعض المشروعات. حتى الصين الاقتصادية. الصين هي التي كانت صاحبت موقف معلن في هذه الأزمة، وقالت إن الهند أتت يعني أمرا جورا عندما أقدمت على هذه الخطوة، وبأن الأمور لا يجب أن تدار على هذا النحو. الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعض رجالات الاستخبارات القدامى فيها قالوا إنه إذا أردت أن تفتش على أس البلاء والأزمات الجارية في أفغانستان عليك أن تذهب إلى مكتب الاستخبارات في إسلام أباد. هل هذه القناعة أيضا هي الموجودة لدى نيودلهي بأن كل المشاكل المرتبطة بالهند سواء كانت مشكلات أمنية أو مشكلات مرتبطة ببعض الجهاديين بين قوسين وما إلى ذلك سيكون مردها مباشرة إسلام أباد؟ بالتأكيد، وهذا ربما سبب رابع اتخاذ الهند هذه الخطوة. الهند استطاعت أن تسوق خلال الفترة الماضية أن في إطار الحرب العالمية على الإرهاب لابد من محاصرة باكستان، وأن كثير من الجماعات الإرهابية تأتي من باكستان، ويشار أيضا إلى جماعتين بالتحديد: جماعة ما يسمى لشكر طيبة أو عسكر طيبة، وهي قامت بأكثر من عملية أبرزها العملية ضد البرلمان الهندي نفسه، وما يسمى بجيش محمد، وهذا له فروع في باكستان وفي جامو وكشمير. ونجحت في اعتقاد الهند بشكل كبير للغاية أن تستميل قوى عالمية ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية معها في محاربة الإرهاب في هذه المنطقة. أنا أتذكر أن هناك اجتماع في سان بطرسبرغ، وجلس رئيس الوزراء الهندي بجانب الرئيس بوتين، وتحدثوا بلغة تكاد تكون واحدة ضد ما يسمى بالإرهاب في آسيا، وضرورة أن تتحد كل القوى الآسيوية ضد الإرهاب. ما يحدث في منطقة جيانج جينج أو تركستان الشرقية في الصين في اعتقادي يقرب الصين كثيرا من الهند أكثر منه من باكستان، لأنها تشعر. لكن الصين لديها، حضرتك أشرت إلى إرث خلافات عميق حتى وإن كان بعضه حدودي بين الهند والصين والهند القريبة والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، والأمر قد لا يرضي الصين. الصين التي أعلنت موقفا كان أكثر تماهيا مع باكستان، كيف يمكن فهم أن الصين ربما تطور من موقفها ليكون أكثر تماهيا مع موقف الهندي؟ أنا في تصوري الصين كان ربما يكون لها موقف مختلف لو حدثت هذه الخطوة منذ عام أو عامين. الآن الصين تشعر بخطر الجماعات الإرهابية من ناحية، تشعر بأنها في خندق واحد مع الهند من خلال فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات أو إجراءات حمائية ضد البضائع والمنتجات الصينية والهندية معا. أيضا ربما العلاقات الهندية الأمريكية ليست في أفضل حالاتها. نعم، العلاقة الهندية الأمريكية أفضل من العلاقات الأمريكية الباكستانية، لكن في كل الأحوال العلاقات الأمريكية الهندية أقل بكثير مما كانت قبل عام 2014 ومجيء مودي إلى الحكم في الهند. وبالتالي رد الفعل الصيني في اعتقادي هو في حدوده الدنيا. إذا ما اتخذت هذه الخطوة في ظروف مختلفة وما كانت لكل الأسباب موجودة، ربما كنا نرى من الصين موقفا مختلفا ومتماهيا بشكل أكبر مع باكستان. لكن الآن نرى ربما فقط بيان، ربما إدانة لهذه الخطوة، لكن على الأقل لا يوجد أي تشجيع صيني لباكستان لاتخاذ خطوات على الأرض تمنع هذه الخطوة الهندية من التطبيق العملي على الأرض. أحد المعلقين الهنود كان يتحدث في ظاهرة هذا اليوم متحدثا عن موقف وزير الخارجية شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، وقال إن خطاب الرجل الذي اعترض على هذه الخطوة وربما حشد بشكل ما، قال إنه خطاب شعبوي ربما فيه اعتداء على رئيس الوزراء عمران خان.
كيف يمكن قياس الموقفين؟ يعني إذا كانت هذه الخطوة الهندية تأتي اتساقا مع المنهاج الشعبوي الذي ينتهجه ناريندرا مودي وإرضاء القوميون الهندوس وما إلى ذلك، قياسا بتوجهات حكومة عمران خان. أنا في التصور حكومة عمران خان ليست هي صاحبة القرار الأول، صاحب القرار الأول في الأمر يعود إلى الجيش الباكستاني. نعم. وقادة الجيش الباكستاني قالوا أنهم مستعدون للذهاب إلى خطوات بعيدة للغاية لدعم أبناء جامو وكشمير. رئيس الوزراء في اعتقاده هو شخصية معتدلة للغاية، هو لا يريد الحرب، ذهب إلى البرلمان وقال أن الحرب يغفر منها الجميع الهند وباكستان، واتخذ قرار استراتيجي بإعادة الطيار الهندي الذي سقط على الأراضي الباكستانية، وبالتالي هو رجل معتدل لا يريد الحرب. لكن أنا في اعتقاد مجموعة من الأحزاب السياسية في باكستان وربما موقف الجيش قد يدفع باكستان لاتخاذ خطوات الأرض، قد تتطور في مرحلة ما حرب ساخنة ما بين الهند وباكستان، وهذه الحرب في اعتقادي في يقين الدولتين حرب مباشرة. دكتور أيمن، ربما يدخلان هذه الحرب بشكل مباشر لأن كل الظروف متاحة. الهند أرسلت خلال الأيام الماضية أكثر من 100,000 جندي في جامو وكشمير، أيضا هناك تقارير استخباراتية غربية قالت أيضا أن الجيش الباكستاني يشجع سكان جامو وكشمير خروج في الشوارع، وفي حالة سقوط قتلى في هذه المظاهرات لن تستطيع يعني باكستان الوقوف مكتوفة الأيدي لأن جامو وكشمير تشكل. دكتور أيمن معلش، يعني وهو سؤال الأخير لحضرتك في الفرضية مقابلة لفرضية الصدام المباشر بين الهند وباكستان، ماذا لو نقلت إحدى الدولتين وربما يكون الحديث عن باكستان هذه المعركة إلى المضمار الأفغاني مثلا، الولايات المتحدة التي تريد خروجا أمس لليوم مثلا وصعدت من حدة العمليات أو أسهمت في أن تصعد من حدة العمليات الجارية ضد قوات حلف شمال الأطلسي في كابول، ألن يكون ذلك ثمنا باهظا تتكبده الولايات المتحدة بدعمها لنيودلهي مثلا؟ أنا في اعتقادي هذا مطروح، لكن اعتقادي مساحة المناورة أمام باكستان للقيام بذلك ليست كبيرة. أولا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تقوم بمحادثة سلام مع حركة طالبان في الوقت الحالي. ثانيا انتشار القوات الأمريكية في أفغانستان تراجع من المناطق البعيدة إلى مناطق بعينها. الأمر الثالث أنا في اعتقادي كثير من الخلافات الداخلية في أفغانستان ما بين طالبان وما بين داعش وبين حتى بعض أبناء البشتون نفسهم الذين ينتمون ذات القومية على في باكستان وأفغانستان، كل هذا قد يعطل أو يقلل من مساحة المناورة الباكستانية في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. لكن أنا في اعتقادي أمام باكستان مسار مهم للغاية وهو المسار الدبلوماسي والسياسي. تقسيم جامو وكشمير جاء بقرار هدنة فرضت من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي القرار الهندي أمام القانون الدولي وأمام المؤسسات الدولية هو قرار غير قانوني. يمكن لباكستان أن تلعب على هذا الأمر وتجيش أمر في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة، وفي اعتقادي في هذا الأمر تكسب كثيرا من الدبلوماسية ولا يعني تدخل أو تنزلق إلى يعني إذا كانت الدبلوماسية العالمية ترد المظالم الآن. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن سمير الباحث المتخصص في العلاقات الدولية منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.